نظمت مؤسسة حياة كريمة ملتقى التوظيف بمحافظة القليوبية تحت عنوان فرصة حياة على مدار يومين لتوفير فرص العمل لرغيب العمل من الشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة أو بدون مؤهلات. وشارك في الملتقى عدد كبير من الشركات العارضة لتلك الوظائف وسط تنظيم جيد وإقبال كبير من الشباب والفتيات والمواطنين على اختلاف أعمارهم للتعرف على الوظائف المتاحة والتقديم لها. بهدف مواكبة متطلبات سوق العمل والقضاء على البطالة، نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة القوى العاملة ملتقى توظيفيا لتوفير فرص عمل لكافة المؤهلات والتخصصات للجنسين، وذلك على مدار يومين بنادي سيتي كلاب بنها بمحافظة القليوبية. بدأنا نعمل توعية بمحاور التوظيف والتشغيل، ازاي المواطنين يقدروا يوصلوا لفرصة العمل المناسبة ليهم، ازاي نقدر كمان نأهلهم ونديهم دورات تدريبية بحيث يكونوا مؤهلين بشكل أكبر عشان يلاقوا وظائف أحسن مناسبة لمؤهلاتهم بشكل مسبق. النهاردة يمكن 55 عارض موجودين وطالبين 7000 وظيفة، عدد طبعا كويس جدا، كل ده بيساعد على خفض نسبة البطالة. عندنا النهاردة أكتر من 48 شركة، أكتر من 55 مؤسسة بتشترك مع بعض عشان خاطر نقدر نطلع حاجة بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. كمان عملنا حاجة جميلة النهاردة في الملتقى بتاعنا، في فاست تراك خاص بذوي الهمم. إقبال متزايد على الملتقى الذي يشارك به أكثر من 58 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص في مصر، وذلك بحضور ما يقرب من 10,000 مواطن لتوفير فرص عمل لكافة المؤهلات والتخصصات لأبناء محافظة القليوبية. الملتقى اللي عملته حياة كريمة منظم جدا وضامن عدد وظائف كبير جدا متاحة لكل المؤهلات ولكل المجالات. كذا فرصة وكذا حاجة متاحة ليكي ان انت تقدري تقدمي في الحاجة اللي انت حباها او الحاجة اللي انت عايزة تشتغلي فيها. فكرة كويسة جدا ان مؤسسة حياة كريمة نظمت ان كل الشركات وكل المؤسسات تجتمع في مكان واحد. دخلت على شركة مثلا ما عجبتنيش، قالوا لي تعالى اتفضل شركة تانية وشركة تالتة، وقعدت اخش على غزل الشركة اللي هم ايه لحد الحاجة اللي انا عايزها. ما فيش حد مقصر معانا في حاجة، والناس كلها بصراحة ساعدونا جدا لحد ما وصلنا للمكان اللي احنا عاوزين نقدم فيه. تنفيذ مثل هذه الملتقيات يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للتوسع في إتاحة فرص العمل للشباب والخريجين من الجنسين، وكذا استراتيجية الدولة لدعم سوق العمل حيث تعمل كحلقة وصل بين الشباب والشركات.